نروح بقى لتاني خبر معانا وموقف عبد الله السعيد من الرحيل من نادي بيراميدز. يعني كان في تواصل من إدارة نادي الزمالك بعبد الله السعيد قائد ولاعب نادي بيراميدز بشأن انضمام اللاعب لنادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي. يعني لكن كان في تصريحات لكرة بلس ان عبد الله السعيد ليه رغبة كبيرة جدا من الرحيل من نادي بيراميدز والانضمام لنادي الزمالك، لكن فكرة انضمامه نادي الزمالك بتصل الى نسبة 50% لانضمام نادي الزمالك. طيب يعني انضمام عبد الله السعيد لنادي الزمالك او رحيله عن بيراميدز ده اللي هنعرفه خلال الساعات القليله اللي جايه. وكمان يعني اكد المصدر ان في ترشيح من بعض وكلاء اللاعبين لاداره نادي الزمالك باللاعب ناصر ماهر لاعب فيوتشر، لكن يعني نادي فيوتشر بيتمسك باللاعب يعني بسبب طبعا مستواه وجهوده وتركيزه مع النادي والمستوى القوي والمميز اللي بيقدمه مع نادي